رديته، اي شيء فوقه موجب واي شيء تحته سالب. شو بصير عندي؟ قال لي اذا الان ديفورت نيكث له 35.6، وقال لي لما صار عند ايه، احسب لما صار عند ايه. فوضع الابتدائي هون ووضع الفاينل هون. وضع الابتدائي كم كان طوله؟ كان طوله بهيك، كان طوله 35.6 زائد 35.6 زائد 35.6 تربيع تحت الجذر بيعطيني الطول هذا. هذا الطول لو فرضنا طلع معي 50، بقول له 50 ناقص 35.6 نص كي تربيع. هذا الشغل، هذا الشغل اللي بيعمله الصندوق. ما في شغل عندي على الوضع، و 310 بالتالي نص ام في 2 تربيع تطلع معي في 2. يعني الفكره من اسئله الكولر، اي سؤال كولر بدي اطرح هذا الشيء، بس اللي بيعطيني ما اعطاني اياه بالسؤال بصفه، ما اعطاني اياه بالسؤال بصفه، اعطاني اياه بحطه. طيب عند الوضع بي، عند الوضع بي هون كم طوله الاصلي؟ كم طوله هون البي فاينل؟ انا ليش بحل هيك؟ بدي اعيده من اول افضل. انا بدي احل هذا السؤال، بدي اطبق بما انه ما في فريكشن ولا شيء، راح اقول له تي 1 بلس بي 1 بتساوي تي 2 بلس بي 2. تي 1 قال لي 0، V1 فين دي V1 إلاستيك و V1 نيجرافيتي، V1 نيجرافيتي 0، V1 إلاستيك شو بتساوي؟ V1 كم كان؟ كان هون، كم هي بتعمل لي شغل؟ نص K إكس تربيع، كم الإكس تربيع؟ كم طوله هذا؟ طوله عبارة عن طول الوتر لهذا المثلث الكبير، بطلع طوله مثلا طلع معي 50، بقول له 50 بطرح منه الـ Undefined length اللي هو 35.6 طبعا ببراعي الوحدات. هذا كله تربيع بده يساوي في 2، تي 2 بده اياها بظل الفي 2، في 2 جرافيتي ظل يمشي على نفس المرجع بالتالي صفر. ففي 2 الاستيك كم صار؟ كم صار؟ صار هون، صار هون. ايش بعمل انا؟ صار الشكل عندي زي هيك، هيك بدي اطلع طول الوتر هذا اللي هو 35.6 تربيع زائد 35.6 تربيع تحت الجذر. فرضا طلع معي 45، بقول له زائد نص A 45 ناقص 35.6 كل تربيع. هيك بخلص الفرع الأول. طب الفرع الثاني كنت مخربط أظن، ساهي. الفرع الثاني حكالي صار هون، الداتم عندي هون، الداتم الداتم عندي هون. شو بعمل انا؟ في 1 بلس في 1 تساوي تي بي بلس في بي. في 1 0، في 1 طلعتها قبل شوي، في 1 الاستيك طلعتها الرقم اللي قبله، في بي بده اياها الفي بي، في بي جرافيتي بدها تكون سالب 35.6 في ام في جي هاي جرافيتي، في بي الاستيك بدها تساوي طوله كامل 35.6 زائد 35.6 كامل اندي فورم 35.6 في كم؟ نص في كي في 35.6 كل تربيع. بجمع هاي وهاي وهاي اللي طلعتها بطرحهم من بعض بتطلع معي تي بي. تي بي هي الفي اللي هي نص ام في تربيع. هذا السؤال مهندس. بالنسبة للسؤال يعني انه هو عند الوضع بي ما شكل عندي مثلث. شكل عندي طول، شكل عندي طول عادي عمودي. فخلص الطول هذا هو طول الزنبرك، متخيل حركة كيف الشكل صار؟ هيك الزنبرك صح؟ كم طوله؟ 35.6 زائد 35.6. اطرح منه الاندي فورمت لينكس. دائما لازم اطرح الاندي فورمت لينكس. تمام. السؤال نفس السؤال اللي حليناه اول سؤال للزنبرك، في كابل ومربوط. بكل بساطة هيك، فهذا الوضع الابتدائي كان له هون. هو طلب مني كم؟ طلب مني اوجد الماكسيمم اديشنال ديفليكشن. فلما حل سالب تكامل طالب ابتدائي قال لي 15
النهائي بتكون 15 زائد اكس، بحل الباقي طبيعي بس بميل المحاور. هذا سؤال زي الأسئلة اللي قبل، بس فكرة شغل الزنباق يكون هيك تكاملة. ليش؟ لأنه هاي 15 زائد X، هو قال لي maximum additional وما قال لي additional، حط القيمة اللي أطلعها. السؤال جاني سكن إيه الكثير محلول بفيديوهات بطريقتين محضروا فكرته إنه 2XA تساوي XB، 2BA تساوي VB. فكرته هاي بكرة بي عملي MG عملي تينشن، روح بحلها T1 plus V1. T1 0 مثلا، V1 هو حكى لي ريست، T1 0 هي ريست V1. مش V1 بس تعمل قانون أي سؤال بكرات أو أي سطح، بس تعمل على قانون T1 plus U1 تساوي T2. السؤال هذا ممكن يجيب فريكشن T1 0 T2 طالب من الفيلوسيتي اليو 1 2 تكون عندي هاي بتنزل لتحت، بالتالي ام بي في جي في اكس بي ناقص تنشن في اكس بي تساوي تي 2 محل على بلوك اي، محل على بلوك اي تو تي عندي زنبرك في اكس، فبقول له بتتحرك هاي لليمين فتو تي اكس بي اكس اي قصدي ناقص اي ناقص تكامل اي في اكس من الوضع الانيشال اللي عندي فورمد، الوضع الفاينل هو بده اياها اكس اي، هو بكون يعطيني اكس اي يساوي كم؟ نص ام في اي تربيع في اي خليها تلال في بي، فا اكس اي اكس اي كم؟ اكس بي اكس بي معطيني 150 في اكس اي 300، اكس اي 175% 75 اكس بي 150. لما اروح اعوض هون اكس اي بعوضها 75 2 بتصير 150، هون اكس بي عباره عن 150 سالب موجب اجمع الطرفين صفوا حل صح، حل طلع معي في بي. الفرقه الثانيه طلب مني ذا ماكسيمم فيلوسيتي، شو بعمل؟ حل نفس السؤال يعني كل شيء نفس الاشي، شو بعمل؟ اكس اي مش معي ولا اكس بي بتكون معي، خلي كله بدلالة اكس اي مثلا واجمع المعادلتين يطلع معي ايش؟ سرعة تربيع واكس مجهولة، بشتق بشتق كل شيء بالنسبة لاكس تطلع معي قيمة اكس وبسوي بالصفر يعني بالصفر السرعة، بتطلع معي اكس اي بعوض اكس اي بالمعادلة بتطلع معي ايش؟ الماكسيمم فيلوستي. الفرع الثالث طلب مني ماكسيمم ديسبيسمنت، بصفر السرعه فقط بدون ما اشتق، يعني زي الفرع اللي قبله بس بدون ما اشتق. بيطلع معي الحل كامل موجود بالدوسيه. هذا السؤال سنوات. شو فكرته؟ هذا الداتا. هذا الداتا. السؤال كالي بالبوزيشن اللي انت شايفه، البوزيشن اللي انت شايفه الانتي فورت لينكث كان هون، بوزيشن اللي انت شايفه الانتي فورت لينكث كان هون، يعني الانتي فورت لينكث الزنبرك هذا هو طول الوتر، والانتي فورت لينكث للزنبرك هذا هو طول الوتر. انا لما احل لما نزل هذا شخطه معينه بدي اطرح الانتي فورت، بدي اطرح طول الوتر هذا من الزنبرك الاول، بدي اطرح الزنبرك هذا الوضع الثاني. 3D 3D عادي بحل طبيعي، بس انه احداثياتها بدها ترجع ستيك نادر من يدي. طيب هيك خلص تقريبا اغلب شابتر 13، ظل عندي الزخم شوي بس. يعطيكم العافية. هسه احنا خلصنا كل شيء بخص الشغل، هسه في عندي شيء اسمه الزخم.
الزخم عبارة، هسه أنا كان عندي معدل T1 بس 212 تساوي T2. هسه شو بصير عندي؟ هذا شغل، بالزخم شو بصير؟ هو عبارة عن T1 بتصير، مش بتصير، هو قانون ثاني، بتصير MV1 بلس امبلس 1 2 تساوي ام في 2. طب شو الامبلس هاي؟ هاي عباره عن اف في الزمن. انا اذا شفت سؤال في فورس في زمن بدي احل على الامبلس وفي سرعه طبعا. نفس فكره شغل، اي شيء مع الحركه موجب واي شيء عكسه سالب. يعني هذا السؤال، هذا السؤال فاينل الفصل الماضي قال لي سيارة وزنها 8.815 اللي بتمشي على سرعة على 5 هاي 96 كيلومتر. هذا حلينا أول شيء، ما حلينا كان طالب مني إيش؟ X. هذا لما حلينا طلب زمن، بدي أحل على الإمبلس، هقول له M V1 M عبارة عن 8.815 9.81 في كم؟ V1 في 26.7 اللي هي بعد ما حولتها، بعد ما حولتها. أنا هنا غلطان الكتاب ضاربهم، هو بقسم لازم يقسمهم، هي غلط، هاي غلط، تمام. بدي زيد عليها الامبلس، امبلس امبلس إذا عندي البلوك هيك، عندي البريكنج فورس هيك، وعندي قوة الوزن هيك. الوزن باليو تايم 5 في تي، مش في اكس في تي، ناقص البريكنج 6672 في تي تساوي ام في 2 اللي هي بتساوي 0 لانه طلب مني الستوب. شو المجهول عندي؟ عند الزمن خلص السؤال. عندي زي هيك طابه ورجعت مالت، راح اقول له ام في 1 بس امبلس اف دلتا تي تساوي ام في 2. اقول له ام كتلتها 0.12 في 1 كانت اليسار يعني سالب. انا خلص هون بفرض السرعات عندي على الموجب والسالب، يعني باخذ اكس كومبوننت واي كومبوننت لما احل سالب طيب زائد اف دلتا تي، بشوف كم الفورس المؤثرات هاي. يوم عندي بس اف دلتا تي على اكس زائد اف دلتا تي على واي. انا بدي اخذ اكس كومبوننت، ايش بحكي له انا؟ افرض عندي اف اكس دلتا تي تساوي ام في 2، في 2 ام 2 اللي هي 0.12، في 2 عباره عن حاله بزاويه 40، فباخذ الكوساين 36.6 كوساين 30 كوساين 40. فايش عندي مجهول؟ اف اكس دلتا تي، فبرجع باخذ واي كومبوننت عندي 0، ما في عندي سرعه على الابتدائيه، عندي اف دلتا واي تي تساوي 36.6 ساين ال 40 الكتلة. ايش بعمل انا؟ بطلع اف تي واي، بطلع اف تي اكس. هاي هي هاي اف تي يسموها امبلس امبلس امبلسيف فورس، بس فورس اللي هي عباره عن اف دلتا تي. بطلع اف دلتا تي واف دلتا تي واي، وشو بعمل بعدين؟ باخذهم تحت الجذر التربيعي. شو فشو اسمه؟ هذا السؤال اقدر احله بطريقتين، طريقه الكتاب اقدر احله طريقه الامباكت. طريقه الكتاب بديش احلها طريقه الكتاب، انت احلها طريقه الامباكت.
فهسه انا ايش بدي اعمل؟ بدي اشرح درس الامباكت. درس الامباكت تحكي لي التصادم، يعني انا عندي يعني هاي الحياه العمليه، في عندي انا تحكي لي التصادم، قل لي عندي سيارتين تمام، قل لي ام اي في في اي، فرضنا هي تحرك لليمين وهي تحرك لليمين، زائد ام بي في بي تساوي ام اي في اي فتحة زائد ام بي في بي فتحة تمام. تمام هسه في اي فتحة والبي بي فتحة اللي هم بعد التصادم، قبل التصادم هم السرعات الابتدائية، هو يا بيعطيني اياهم يا بيطلبهم، عشان هيك راح يحكي لي راح يعطيني ثابت اسمه coefficient of restitution هو الاي. الاي بيساوي ببساطة سرعة السيارة الثانية ما خطت ناقص سرعة السيارة الأولى قد ما خطت على سرعة السيارة الأولى قبل ما تخبط ناقص سرعة السيارة الثانية بعد ما تخبط. حفظ هاي معادلة رقم واحد، هاي معادلة رقم اثنين. شو بعمل عندي؟ الإي اللي حكالي تصادم نوعه بلاستيك معناته إي تساوي زيرو، صفر الإي بطلع معادلة بي بدلالة إي وبحلها بالمعادلة الثانية. قال لي إي بلاستيك أنه تصادم نوع إلاستيك فإي تساوي واحد، غير هيك بيكون بيناتهم بوينت نص 5.6.7.7 نوع الإي. فعندي معادلتين مجهولين بحلهم بخلص السؤال. شو اللي تركت على هذا السؤال؟ خلي هاي السرعة هيك قوتها سالب، خلي هاي السرعة لليسار وخليها سالب، فأنا بدي أتجه باتجاهات الحياة العامة اليمين موجب واليسار سالب. فإذا أنه كان التصادم بلاستيك يعني أنهم صاروا جسم واحد، يعني VA VA فتحة تساوي VB فتحة. طيب كيف ممكن يجي هذا السؤال؟ ممكن يجي عندي ثلاث سيارات، أنا هاي بتمشي هيك وهذول أترست، فلما هاي بروح بيقول لي إذا السيارة A خبطت مع B، إذا A خبطت مع B شو مثلا عملوا لي بلاستيك، عملوا لي بلاستيك، فشو بصير؟ صاروا جسم واحد، صاروا جسم واحد. بعدين لما خبطوا ببعض راح يرجعوا يخبطوا بمين؟ بسي. فبرجع بطبق، يعني كيف بحل؟ بحل مره بين A و B، بعدين بحل بين B و C. راح اسئله على الامبالس، نفس السؤال اللي علينا قبل شيء بس حل على الزمن. هاي اسئله الامبلس فكرات عادي بتحل، بس مش شرط هون يلغوا بعض التنشن، ربعكم مش شرط يلغوا بعض. هاي الامباكت، هاي coefficient of restitution، الاوبليك امباكت مش داخل، فهاي السيارة التصادمات ببساطة بطبق معادلتين، قال لي اذا اوجد coefficient of restitution يعني بدي بكل بساطة سرعة كانت نص سرعة بي بتساوي زيرو، طبق معادلة الامباكت. بعدين قال لي after collision سرعة من السرعات كانت 0.3 اللي هي سرعة السيارة الثانية 0.3، في VA مجهولة طبق المعادلة هاي تطلع عندي قيمة VA، طلعت معي قيمة VA بلس سالبة يعني لليسار. بعدين بطبق معادلة الكوفيشنت اوف ريستيتيوشن بيطلع معي قيمته، وهذا ممنوع يكون اكبر من واحد، ايه هذا مش داخل اوبليك امباكت، هذا مش داخل اوبليك امباكت يعني اي شيء ما يلبس، هذا برضه مش داخل اوبليك امباكت. هذا السؤال، هذا السؤال بحكي لي في عندي بان، هاي بان زي القلايه موجوده بالريست، وقال لي انا ضربت زبتيت كتله مقدارها 30 كيلو جرام من ارتفاع مقدار 2 متر، فايش بحكي لي؟ بحكي لي احسب شو اسمه ماكسيمم ديفليكشن للبان. فانا ايش بعمل؟ هذا السؤال بقسمه لاربع حالات، مش اربع حالات، بكل بساطه بكل بساطه عندي الجسم حلو، الجسم بالوضع الابتدائي بعدين نزل خبط بهاي، لما خبط هاي لما نقرا السؤال قال لي بيرفكتلي بلاستيك، اللي بيرفكتلي بلاستيك صار عندي امباكت، فبما انه حدد لي نوع تصادم صار عندي امباكت، بطبق بين واحد واثنين
بقول له في 1 تي 1 هسه ما في زمبرك ما في فريكشن ولا شيء، بقول له في 1 تي 1 تساوي في 2 بلس في 2. طيب في 1 هسه هي انقذفت من الريست 0، في 1 في وضع زمبرك بالنسبه للبلوك اي كم؟ يعني ما في جرافيتي ولا الاستيك كونه نديتهم هون مثلا. طيب في 2 بده السرعة بعد ما خبطوا بيرفكت بلاستيك، يعني في اي تساوي في بي كنص مجموع الكتلتين 40 30 زائد 10 زائد في فتحة من ثنتين خلص في فتحة زائد في 2 جرافيتي نزل لتحت تكون سالب متر مية سالب مين سالب 30 2 تساوي 0. ففي فتحة تربيع تطلع معي تطلع معي هالقد. الفرع الثاني الحالة هسه لما خبطوا مع بعض صار في initial compression، تطبق ال تطبق ال energy equation V1 plus V1 أو إنه T2 هسه هون الوضع الثاني، بعدين صار عندي وضع ثالث T2 plus V2 يساوي T3 plus V3 لما نزلوا كمان شوي initial compression وطبقوا شو بصير عندي هسا لما نزلوا سوا نزلوا جسم واحد لما نزل لحاله اللي هي الامباكت V2 نزل بسرعة A لحالها البان كانت بالأصل بالرست فلما طبق معادلة الامباكت تطلع معي ال V3 هسا لما هاي initial compression أنا هون أنا هذا وهاي طلعتهم من أول أصلا حليتهم بالفرع الاول هون طلع الانيشال كومبريشن الانيشال كومبريشن كانت زي هيك في عندي اف سبرينج في عندي دبليو اي اكس تساوي دبليو فبالتالي اكس الانيشال بتساوي دبليو على كي هيها دبليو على كي طلع الانيشال كومبريشن هسه شو بصير عندي شو بصير عندي بطبق تي 3 تي 3 لما نزلوا جسم واحد هيها في جرافيتي الفي جرافيتي زيرو مع عند الديتم كان بالوضع الثالث في الاستيك نص كي اكس تربيع هسه بالوضع الرابع لما نزل للماكسيموم فانه نزلوا للماكسيمم والاكس 4 الاكس 4 اللي هي الماكسيمم ديفليكشن بتكون بس الاكس 4 عباره عن اكس 4 بتساوي اتش ناقص اكس 3 شيء زي هيك او زائد اكس 3 فاتش بتساوي اكس 4 ناقص اكس 3 هاي الامثله كلها انا والله شارحها بالتفصيل مش عارف اني مش عارف اشرحها بالتفصيل هسه تقريبا شبه ناقص يعني هي x4 ناقص x3 بيعطيني ال h وبحل السؤال تقريبا هيك التشابتر خلص امثله على التصادمات لو هذا اوبليك امباكت هذا السؤال بثلاث سيارات كثير حلو تقريبا خلص التشابتر يعطيكم العافيه نعتذر عن يعني اي شرح خفيف انه سريع ترى مش صعب بس بده شوي فيه شوية عجقة انتبه للزمبركات أهم إشي نعرف إنه الزمبرك لما كامل بشوف وين صار وين كان يعني بخص شغلات الزمبرك لما أحل الوضع والفريكشن أشوف كل المسافة اللي مشاها سواء زمبرك أو كل التركة أي شيء مع الحركة موجب أي شيء عكسه سالب الإمبلس أي شيء فيه زمن بحل الإمبلس اي شيء فيه coefficient of restitution بحل impact سيارات impact وهيك تقريبا خلص نقدر نقول يعطيكم العافيه حد عنده سؤال يعطيكم العافيه الله يعافيك يا